تفضلوا نصلي التمجيد الأول. Nan entek, irini kanin nobi.
كنو كيتل كنيتي تينو كان بغرام تريتي قطم في أبنغ انت كاس مايرون كنان انت بتوبو ان لهي تندف تعرشون نيشون كان نمسي كنم ننصو ما تنقوتم مقبئة فرسطس بسم الله امدح الاب المحبوب من نلتهل العقوب بنيوت من ريس شويات الخدمه بتمام ورعام صعبوا بسلام وخدم رب بنيوت من نيد بيشوي I'm sorry.
Yeah.
لك مهاب اسمه ان خريض ما شربك سوما اسود في اطاف ذي نالبول انخيت فنجئو طالشو ان شوني لذي Oh.
اذكرنا ما من رب يغفر عطايانا المرضى حقياً نقل بالشكر أبانا الذي في السماوات من الاب والابن الروح القدس الله الواحد امين. لما موسى قرب من العليقه ربنا قال له اخلع عن عليك لان الموضع الذي انت واقف فيه مقدس. ولما نيجي نجيب سيره حد من الاباء القديسين المعاصرين او حتى اللي عارفينهم قبل كده كان الله يقول لنا اخلع عن عليك لأن المكان الذي أنت واقف فيه مكان مقدس. سيرة القديسين دائما مرتبطة بحياة القداسة، حياة البر، ودائما تبعث في الإنسان روح جميلة تخلينا فعلا نشتاق للي عاشوا في القداسة ونشتاق للنهاية بتاعتهم. اذكروا مدبريكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمان. هنتكلم عن طفل اسمه سامي كامل أسعد، تولد يوم 6 ديسمبر سنة 1931 في دمنهور البحيرة، ودرس لغاية لما حصل على بكالوريوس علوم قسم الجيولوجيا من جامعة اسكندرية سنة 51، ودخل معهد التربية العالي للمعلمين
حصل على الدبلوم تربية وعلم نفس سنة 52. كل ده ربنا بيوضبه يعني، تربية وعلم نفس، وحصل على البكالوريوس بتقدير ممتاز، وكان الأول على دفعته سنة 52. اشتغل مدرس كيمياء في مدرسة الرمل الثانوية للبنين في اسكندرية، وهو بيدرس درس ليسانس أداب قسم فلسفة سنة 54. وفي نفس الوقت التحق بالكلية الإكليريكية في الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية، وكان الأول على دفعته. أنا أقول الكلام ده كله ليه؟ عشان أقول إن كل الدراسات دي لم تعطله عن الحياة الروحية. كان ممكن نتكلم على طول عن أبونا بشوي اللي اترسم سنة 59، لكن قصدت إن إحنا نقول إنه إن الإنسان يعني فعلاً أولاد الله ناجحين في كل أمور حياته، علمياً وثقافياً واجتماعياً وعائلياً وطبعاً روحياً، لأنهم أولاد الله. ليسانس أداب سنة 54، بكالوريوس علوم اللاهوتية سنة 56، وتعين معيد في معهد التربية العالي سنة 57، وده كان معهد تابع لوزارة التربية والتعليم. بعدين التحق بكلية التربية بالقاهرة سنة 58، وحصل على دبلوم التخصص في علم النفس في أكتوبر سنة 59. في كل قد إيه الدراسات دي كلها ربنا بيرتب له. ترسم يوم الأربعاء 2 ديسمبر سنة 59، وترقى إلى أمس في 4 نوفمبر سنة 69، وترقى ترقية أبدية عظيمة عندما استدعي إلى السماء فتنيح يوم 21 مارس سنة 79. 59، 69، 79، 10 سنين. حياة مرتبة من الله بترتيب، تحس فيها أن إيد ربنا مشت هذا الإنسان من ولادته. سنة 48 كان عنده 17 سنة، وكان لسه طالب في كلية العلوم اللي جنب كنيسة العذراء محرم بيه على طول، إن من اسكندرية يعرف يلزق على طول الشارع على طول. تعرف عليه الدكتور رغب عبد النور، وكان هو أمين الخدمة في كنيسة العذراء في محرم بيه في ذلك الوقت. شاف بكده عليه سمات زي سمات استفانوس، لما قبضوا على استفانوس يقول نظر وجهه كأنه إيه؟ وجه ملاك. فهو كان وجهه وجه ملاك. يقول عن الرهبان واحد منهم إن واحد كان يحمل وجها ملائكيا طاهرا يعلم الزناه العفة، فهو ده كمان ضمن دول. كان وشه كده، الوش اللي انتوا شايفينه ده هو صورة من الأصل. لقطه وتعرف عليه، شاب بيجي يحضر الاجتماع ويمشي، يحضر الاجتماع ويمشي. فجي مرة وقال اقعد جنبه، فرح قعد جنبه قال له انت مين؟ انا اسمي سامي، انت منين؟ كذا، بتدرس فين؟ في الجامعه. راح وبدا خدمته وهو عنده 17 سنه. استمر في الخدمه بعد ما اتخرج، كل بقى الشهادات اللي قلنا عليها قبل كده دي. وكنت قلت قبل كده ان زمان كانت مدارس الاحد ما بتتعملش في الكنائس، كانت بتتعمل في كان المدارس القبطية أو الجمعيات القبطية، كانوا يعملوا كده فصول مدارس أحد على قد حالهم يعني. استطاع أن ينقل مدارس الأحد إلى داخل حضن الكنيسة،
بمساعدة أبونا ماركوس باسيليوس اللي كان كاهن العذراء اللي تربينا على أديه في ذلك الوقت في الخمسينات والستينات إلى أن تنيح الثمانينات. وساعدوا أبونا ماركوس وآخرون إن هو يخلي فصول مدارس الأحد زي ما احنا قاعدين كده في الكنيسة كورنرز كده، الفصل ده هنا والفصل ده هنا والفصل ده، خمس ست سبع فصول في مدارس الأحد وبعض فصول في الحوش وبعض كده. يعني كانت الكنيسة ساعتها ما فيهاش مرافق كثيرة، كان الكنيسة وحوش. اندمج في الخدمة لدرجة ان هو كان بينسى نفسه ويقضي الخميس والجمعة دول تقريبا في الكنيسة، تقريبا طول الوقت، لان هو يعني هو لسه الأستاذ سامي كان أمين جدا في خدمته لدرجة لفتت أنظار أبونا مرقس وأبونا إسحاق إبراهيم اللي كانوا كهنة الكنيسة، فابتدوا يشجعوه وابتدوا يعني يكلفوه بخدمات أخرى وخدمات أخرى وخدمات أخرى. وكان من كتر تعب ممكن يقعد على بسطة السلم كده ويحط راسه على كتافه على ركبه وينام يغفل شوي من كتر التعب والإجهاء. وزي ما انتوا عارفين كان عندنا واحد اسمه عمو بولس، ده الراجل ده كان هيرهبن، وبعدين ابوه راح لابونا مرقس وداله 15,000 جنيه، قال له الفلوس دي انا كنت عينها له عشان يبقى عريس ومش عايز يبقى عريس، فانت خدها وخليه عندك، شوف له اي اوضه يقعد فيها خليه بس يبقى هنا، انا مش موافق انه يرهبن، مش عايز يروح يرهب، بس خليه عندك هنا. فبقى هو قيم الكنيسه عمو بولس ده، فكان قاعد ليل ونهار فيها واصبح مسؤول عن كل حاجه فيها حتى الامور الماديه، ليتران بقى مسؤول فيها. فكان يقعد في الصيام الكبير سامي كامل جنب عمو بولس يفطروا بعد القداس، القداس كان يبقى من واحده لثلاثه ومعظم ايام الصيام الكبير. في ديسمبر سنة 54 في صيام الميلاد حس باحتياجه جدا واشتياقه إلى الرهبنة، وراح إلى دير السريان وابتدى يضب نفسه، لكن مشيئة ربنا كانت غير كده. الوقت ده والده أصيب بجلطة دموية فأجل الفكرة شوي، وبعدين الاشتياق اللي جواه لسه برضو في الرحلات. ومرة راح دير أمبابشوي وقف جنب المقصورة قال له أنا نفسي أخد اسمك، ممكن تديني اسمك؟ طبعا هو ما كانش في باله أنه يبقى اسمه أبونا بشوي الكاهن، وعايز يبقى بشوي الراهب، ولكن قال له كده يا ريت اتشرف باسمك يا أمبابشوي. يوم الأربعاء 18 نوفمبر سنة 59 الأستاذ سامي واخد فصل مدرسة الأحد بتاعه ورايح للبابا كيرلس، كان البابا كيرلس في اسكندرية في الوقت ده، واخد الفصل بتاعه علشان إيه؟ ياخد بركة البابا كيرلس. والبابا كيرلس اللي يعرفه لا قليل أول اللي هيقول أنا أعرفه، يعني بابا كيرلس ده بقى من 71، يعني اللي مولود قبل الزمن ده ما شافش البابا كيرلس. لكن أقول لكم إن البابا كيرلس كان بابه مفتوح على طول بصفة دائمة، ينزل التسبحة وينزل القداس وينزل العشية ويطلع ياخد لقمة ولا يتراح شوية، وبابه مفتوح للناس رايحة أو ينزل في المقصورة سواء في اسكندرية أو القاهرة ويقابل كل الناس. في الوقت ده راح له كاهن من الآباء المباركين قال يا سيدنا احنا اشترينا حتة أرض في الرمل ونفسنا ان احنا يعني نبني عليها كنيسة. كان ابونا من الناس الكندر. فلان قال له ابونا انا عشان ابني كنيسة لازم اشوف كاهن.
هما لسه بيتكلموا ودخل ابونا، دخل سامي كامل ومعاه الفصل بتاعه. راح ابونا مين؟ قال له هو ده، هو ده يا سيدنا، ده اللي هينفع. اتخض ابونا، اتخض سامي لانه مش في باله خالص موضوع كده. راح سيدنا البابا قال له كمان 5 ايام هرسمك قسيس، روح. انا قال سيدنا انا مش متجوز، قال له روح اتجوز وتعالى. بقول لك اللي حصل يعني. ف يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ الليله المباركه اللي كنت بحكي للبعض عليها تحت عيله عم باسيلي، كانت عيله مشهوره ومعروفه قوي انهم ولاد ربنا، كانوا ساكنين في شارع عرفان في حي محرم بيه، وكلهم كده شقه جميله حلوه مليانه بركه وخير ومليانة عيال وبنات، ولاد وبنات. من ضمنهم كانت أنجيل، وأنجيل دي معاها بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية وجامعة اسكندرية تجارة، وكانت تجارة برضو دي ودي. فهم أصحابه بقى فايز وجورج إخوات أنجيل، كانوا بيخدموا معاه في محرم بيه. فراح عشان يتقدم لأنجيل، رفضت أنجيل. أتابي هي كمان نادرة الرهبانة زي أخواتها البنات، وعندها بنتين كبار كانوا في الدير أبو سفين أوريدي، فهي رفضت. فجابوا مين؟ أبونا أبونا مينا. وراح أبونا مينا قعد معاها قعدة كويسة كده وقدر يقنعها، فتمت الخطوبة يوم الخميس 19 نوفمبر. يعني أنا بحكي لكم على حاجة يوم 18 نوفمبر، يوم 19 نوفمبر عملوا الخطوبة. عملوا الخطوبة كان فيها مين؟ 2 شمامسة فيكتور باسيلي وضعفي، وبعض من أخوات أنجيل في الكنيسة اللي على الشمال في في الميزانين بتاع كنيسة المرقصية، مش حتى في تحت، في عبارة عن مسبح كده فوق في طرق كبيرة كده، بلكونات في المرقصية، وفوق كده كنيسة صغيرة. وتمت الخطوبة في الحكاية دي. معظم العيلة لا هنا ولا هنا ما حضروش، ما لحقوش، ما أوام أوام أوام. وبعدين تاني يوم، تاني يوم راح سامي كامل إلى الدير السريان، ما هو برضو لسه متوغش يعني أكمل ولا ما أكملش. خد 29 ساعة عشان يوصل الدير، تعب جدا عشان يوصل، درجة انه وصل هلكان وتعبان. وبعدين احس بقى، حس بانه هو مش عايز يعاند مشيئة ربنا في حياته، خصوصا ان ابونا مينا قال له بص انا عايز اقول لك حاجة ابلغها لك، ان انا شفت في حلم الليلة اكليل اتحط على راسك، وكأنها دعوة من السماء، ما ترفضش دعوة ربنا. تمت صلوات الإكليل يوم 24 نوفمبر على طول على طول. يوم 2 ديسمبر 59 رسم أبونا، رسم سامي كامل باسم أبونا بشوي كامل. وساعتها كان الكنيسة عبارة عن جملون كده، يعني مش دي، ده دي خشب تاني، ده يعني عارفين الكشاك كده، وحيطان، واربع حيطان، حاجة يعني في أيري خالص خالص، حاجة بدائية يعني خالص. الأنبا بنيامين الأول، مش بنيامين الحالي اللي موجود ده، طبعا كان لسه يمكن ما تولدش ولا حاجة. فبنيامين الأول مطران المنوفية الأسبق يعني، هو اللي رسمه في المكان ده، وكان المكان يعني على قده كده. راح 40 يوم إلى الدير، دير السريان برضو. وبعدين ابتدى يكمل بناء الكنيسة، خلصها 98. أذكر إن بعد ما الكنيسة توضبت قال كنت أحب جدا إني أصلي في الكنيسة الأولانية اللي تحت دي،
دي في كنيسة عظيمة لكن ما فيهاش الروحانية اللي أنا كنت بحس بيها في البداية. مبدأه خلاص النفس، وخلاص النفس في أي مكان. مبدأه إن كل إنسان يجي للمسيح ومش لازم يجي عن طريقه. مبدأه إنه يسلم كل نفس لأي حد من الخدام يتبعها سواء كاهن أو الآخر. مبدأه إن كل ما يزيد الشعب اعمل كنيسة تانية واعمل كنيسة تالتة واعمل كنيسة رابعة واعمل كنيسة خمسة. كل ما تعمل كنيسة يرسم عليها كان، كنيسة يرسم عليها كان، يزيد الشعب. يقف هو بيوزع لقمة البركة في آخر القداس، أنت ساكن فين؟ أنا ساكن في بلبتين. إيه اللي يوديك هنا لغاية هنا؟ لا لا ده هنا بعيد عليك قوي، في كنيسة الأنباتكلة في الإبراهيمية في 35 شارع بلبتين، ابقى روح هناك. بالطريقة دي كنيسة مار جرجس الحضر. في يوم كنت وصلي معاهم الأربعة وبعد القداس قال لي بقول لك إيه، يعني كنيسة مار جرجس سبورتينج وكنيسة مرقسية وكنيسة فليمنج دي كنائس غنية وشعب غني، اللي عايز يخدم يخدم في حتة فقيرة كده غلبانة. تعالى تعالى بالليل الساعة 12 في العنوان ده، حتة ورقة كان كاتب عليها عنوان. طبعا زمان لا كان في جي بي اس ولا في عربيات، اقعد بقى ادور. رحت في حتة اسمها الحضرة القبلية، فيها وكالة الخضار والفواكه، الناس بقى الصعايدة اللي هم بالبنش واللبلة والبتاع يعني. بس تمام، وكانت افتتاح أول كنيسة عملها كنيسة مار جرجس بالحضرة. بعد كده كنيسة الملاك ميخائيل مصطفى كامل، بعد كده كنيسة الأنباتات لهيمانوت. على فكرة أنا بقول لكم عليهم دول أنا تشرفت شخصيا بحضورة أول قداس عمل فيهم، يعني خدت البركة إن أنا أحضر أول قداس في كل كنيسة من دول. وبعدين كنيسة ماري مرقس اللي هي المشهورة بكنيسة القديسين اللي كان حصل فيها الاستشهاد، وبعدين كنيسة العذراء القديس كيرلس بكيلوباترا، كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بشوي باللبان. هذه الكنائس اللي أسسها أبونا بشوي اللي بدأ في منطقة بوتسبورتينج اللي كانت من أصعب الأماكن اللي ممكن تتخيل أن يبقى فيها خدمة. دي عبارة عن كانت الناس الطلاينة واليونان والأرمن والبتاع والبارات والخمرة، حاجة عادية وطبيعية خدمة، ما فيش خدمة خالص في المنطقة دي. تقوم تتحول إلى شعلة خدمة في سبورتك. أول من فكر في إنشاء حضانة لأطفال الأمهات اللي بيشتغلوا في الكنائس كانت في مار جرجس، وكل ولاده بقى بعد كده بقوا مشوا بالطريقة دي. بالطريقة دي في يوم من الأيام بعد ما اترسمت على طول حسيت بالاحتياج ده، رحت شايل المكتب بتاعي وعملت حضانة مع أبويا علمني على طول من غير تردد. النهاردة نشكر الله بقى تعمار ست أدوار. فالكنائس كلها بتاعت اسكندرية عملت الفكرة ديت، وانتشرت بقى الفكرة حضانات الكنائس دي من أول مرة عملها قدس أبونا بشوي. أبونا بشوي كان إنسان بسيط في حياته جدا، بشوش في ملامحه، هادي جدا جدا في معاملاته مع الناس، ولكن كان قوي جدا في خدمته. يعني مع الطيبة والبساطة والوش الملائكي ده ما كانش يسمح بأي حاجة من الحاجات. هقول لكم كده كم حاجة كده بسرعة. يوم من الأيام كان نازل من الكنيسة لقى مجموعة من البنات، والبنات كانوا ممتازين، بنات فاضلات، منهم بنات تزوجوا كهنة ومنهم بنات راهبينه، فواقفين تحت والسلالم نازلة كده والقداس خلص.
فهم واقفين مع بعض كده بيدردشوا. فاخذوا نصيبهم من ابنهم شو. قال لهم انا ما عنديش المنظر ده في الكنيسه. يخلص القداس تمشوا تقف هنا تفرجوا ولا بيتفرجوا عليكم؟ ما ينفعش. ما ينفعش ان انا بلابس بدله حلوه وعندي سرطان جواي. وكان خلاص هي مرة يخلص القداس يروحوا ماشيين. مرة تانية بنصلي مدايح كياك والشمامسة خدتهم ال يعني بيوصلي خدتهم ايه الفرحة كده يعني ابتدوا يتهللوا بقى فالصوت عالي وبقوا زي كأنهم بيتسابقوا بقى يعني بيؤدوا مش بيصلى. اللحن يصلى ولا يؤدى. اللي بيؤدي اللحن للمطربين والمطربات في الشارع في العالم، لكن اللي بيصلي اللحن بيصلي جوه الكنيسة جوه بيت ربنا، لأن ده بيت الله، ده السماء. هو كان بياخد اعترافات، فراح وقف الاعتراف وراح عنده قال له انت ارجع ورا، انت ارجع ورا. الشمامسه اللي خدتهم الجلاله بقى وكانوا قاعدين قدام فوتس الناس، والناس واقفه كنيسه مليانه. قال لهم احنا بنصلي، احنا مش بنتبارى في الالحان ونزعق ونبين صوتنا، صلوا بهدوء. وفعلا بداوا يصلوا بهدوء، وعلمهم كيف تكون الصلاة من القلب وليس من الحنجرة. حنجرة سهلة، وفي مواهب كتير عندهم، ناس عندهم مواهب، لكن اللي عندهم عمق روحي يقدروا يصلوا صلوات أعمق بكتير من دول. فكرني بابونا مخيل سعد كان كنيسة العذراء في سموحة، عمل نفس الحكاية مرة في عشية من العشيات، وكانوا الشمامسة بيصلوا، عمل أوشية الراقدين ومسك الشريعة ومسك الهيكل في الكنيسة في صحن الكنيسة كالعادة يعني زي ما بتشوف، كان والشمامسة بيصلوا بس بيصلوا الأواشي. فبيقولوها ازاي بقى؟ ريبسول سالم ماري بيصلوا الدوكسولوجيات، بيقولها ازاي؟ ريبسول سالم ماريا يمكن في او صايب شو صاوينا من بسم الريت ستوفن مفريق ومكاتفريتي ايه تفكو سنجي دافيد. هو راح جاي بس بصوت عالي، وهو كان صوته قاس ضخم جهوري، ما كانش محتاج ميكروفون. ابونا ده ما كانش محتاج ميكروفون، ابونا خيل سعد ربنا كان بيديله صوت قوي جدا. الشباب سوفوا فقال لهم ربنا بيقول لكم هو مش عايز. قال لهم لما يبقى عندكم وقت ابقوا تعالوا صلوا، مستعجلين لا خلاص ما تصلوش. رحمته بالابسل المضيه، وبدا من البدايه ريبسول سلم ماريا مخني في بهدوء بهدوء، فتعلموا كيف تكون الصلاه. ابونا بشوي رابح النفوس كان مزاجه ومتعته أن يقابل حد بعيد عن المسيح عشان يجيبه، حتى لو كان مش مسيحي كان يسعى أن يعمل معه خير. كلنا عارفين القصة المشهورة بتاعت الرجل اللي في الشارع نفسه بتاع الكنيسة، اللي كان كل ما أبونا رايح ولا راجع يتف عليه. وبعدين مرة يوم اتنين كده ما هو شايف الرجل، سأل عليه قال له ده عيان ما قدرش، دور على عنوانه وراح زاره، وهو مسلم، ده رجل مسلم رابح النفوس حكيم. راح لناس سمع عن شخص، والشخص ده يعني كان مدرس بس كان بعيد عن ربنا، بلاش أقول أسماء، لكن هو كان بعيد عن ربنا
وكان يشرب وكده. فراح زار وبذل مجهود كبير جدا عشان يقنعه ان يجي الكنيسة. ولما جه الكنيسة قال له اعمل ايه عشان اخدم؟ قال له بتعرف تخبز؟ قال له لا خلاص اتعلم من القرابني واعمل قربان. فاصبح هذا الكسان عبد الملك، اصبح قرابني في الكنيسة بعد ما كان مدرس ما عرفش، ما دخلش الكنيسة، وعاش لغاية اخر حياته ملتصق بالكنيسة. رابح النفوس حكيم. احنا ممكن جدا يعني نخسر ناس، ونخسر ناس بلا يعني سبب وجيه، بلا سبب وجيه. أبونا بشوي محتمل الألم بفرح، كان يتعاطف جدا 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 مع المرضى، وخصوصا مرضى الفردوس، وهو اللي سمى السرطان مرض الفردوس، هو اللي سماه مرض الفردوس، وهو اللي طلبه من ربنا، زي ما طماف إيرين كده طلبت المرض من ربنا، هو كمان طلب المرض من ربنا. أنا مرة قلت لطماف إيرين يعني أنت ربنا على أيديك بيشفي ناس وبشفاعة أبو سفين وصاحبك وبتقوليه كده، فمن فضلك يعني خليه يقبل. قالت لي أبونا ده صليب أنا طلبه من ربنا، إن راح المرض ده حيجي غيره. فهو عايش بهذا المرض باحتمال شديد بفرح أشد من الخمستاشر سنة اللي قبلها. كل اللي خدمهم زي ما شفنا من 59 إلى 79 20 سنة، منهم 5 سنين في مرض الفردوس. في مرض الفردوس جاب ناس للمسيح أكتر من 15 سنة اللي قبلها. لما كنت في لندن وجه علشان يعمل العلاج، عصرت المعجزة اللي حصلت معاه، إن رجل رئيس قسم السرطان وهو يعني حاسس نفسه إله، مرة واحد من الدكاترة بتوع القلب هنا في كندا قال لي do you know what the meaning do you know what the difference between the cardiologist and God. قلت له لا ما أعرفش. قال لي God does not say that he is cardiologist. فهمت؟ أقول تاني، لكن cardiologist بيقول أنا God، فبيقول لي إن الفرق. هو كان الراجل ده اللي عمله اللي كان بيشرف على العلاج كان من النوع ده، قبل ما يعملوا العملية بيوم جس الماس في جسمه، عملوا لما فتحوا البطن ما لقوش حاجة. كان في دكتور اسمه صابر غابريال قال له what do you call that؟ قال له you call it whatever you want. ما هوش مسيحي ومش عايز يقامت حد، ما حوائتش فيه المعجزة. فقال له سموها زي ما تسموه. قال له دي معجزة؟ قال له انت تقول عليها معجزة، انا اقول جسيت الماس امبارح النهاردة فتحت ما لقيتهاش، ده اللي هقوله، ده اللي انا شفته، لكن اقول زي ما انت بتقول معجزة مش هقول. ابونا بشوي في فترة وجوده في العلاج في انجلترا اكتر من مرة راح، كان يحرص على ان يخدم ويحرص انه يجي الكنيسة، رغم انه هو مفهوش نفس، مفهوش قوة. التيومر اللي كان في رقبته كان عامل رقبته كده، وكان عامل شلل في ايديه. ومرة من المرات كنت بصلي القداس وهو كان موجود في الكنيسة، ده كان أصعب يوم في حياتي، إنه هو كان قاعد في آخر الكنيسة، والكنيسة كانت لسه يعني مش بتاعتنا، كنيسة في حتى اسمها سانت أندروز، وكنا بنأجرها كل يوم حد لغاية لما يخلصوا الكنيسة اللي اشتروها يوضبوها، يعني اشتبها كنيسة قبطية يعني. فهو في الوقت ده كان في لندن، فخلى واحد جابه، فاسمه دكتور مجدي باسيليوس ابن ابونا مرقس باسيليوس، جابه بالعربية وقعد في آخر الكنيسة. كان في دكة كده على الحيط زي كنيسة العذراء محرم بيه زمان اللي راح الكنيسة دي، وفي كنائس تانية كانت الكراسي بتاعتها الجانبية كده غير الدكك اللي في النص على جناب الحيطان كده.
فهو قعد في الاخر خالص وقال انا ايه حته العيل اللي ما جيش تلميذ من تلامذته انا بقعد هو قاعد. ده كان اصعب يوم علي. ازاي انا اتكلم في وجود ابونا بشوي؟ ده احنا كنا بنتنشا على كلمه واحده بس يقولها في الاداء بتاعته. لكن حصل في اخر القداس جه قال لي ايه؟ ناولني بس بصوت عالي. قلت له نعم. قال لي بقول لك ناولني. اتبي هو حبيبي ما كانش عنده قوه يرفع ايديه عشان يتناول. ما عندوش ده. فناولته. تخيل بقى احساس ان يعني صعب. بعد كده شفت قد ايه. بعدها راح زار واحده عيانه عارف انها عيانه راح زارها في البيت. فلانه مش موجوده قلت له ده عيانه. طلع من الكنيسه خلى مجدي يزورها في البيت. ميري قال لها يزورها في البيت كانت لسه ما عملتش عمليه القلب. ولما لما روحت قالت لي مين كان انا عارف؟ قلت لها مين؟ قالت لي ابونا بشوي. قلت لها ابونا بشوي؟ ابونا بشوي ما كانش قادر يقف. قالت لي جه وقعد وصلاني ورشمني بالزيت. ده هو ده ابونا بشوي الكامل. هو ده ابونا بشوي الكامل. عشان كده احنا بنقول حياه القداسه بسيطه. كان حد واحنا بنتكلم تحت سنة حضرتك بيقول يعني أبو بابا وماما ما كانوش حاسين ان هو شخص يعني بزوندرز شخص مختلف يعني او بسيط. لا هم القديسين بيبقوا عايشين في وسطنا واحنا مش راجل طيب وكويس وبيعمل حاجات. لكن عند ربنا لا ده موضوع تاني. قداسه عند ربنا ده موضوع تاني. انا مش عايز اخركم عن كده لان يعني في كتير. لكن اختم بحاجه عن بساطه ابونا بشوي. بسيط جدا. هو اللي طلب مرض الفيروس ولا كان بنعاني منه. انا طلعنا من القداس رحنا تنوميري رحنا البيت عنده علشان نبص عليه وكان معانا قربانه. في الوقت ده كان في شويه ناس جايين يشوفوا ابونا ومعاهم شويه عيال كده زي العيال اللي كانوا بيلعبوا تحت دول وكيس حمص معاهم. تعمل ايه يا ابونا بشوي؟ راح واخد القربانه مني وقعد يقطعها وخلطها بالحمص وحطها في طبق وقال لهم يلا يا ولاد كل ولاد كلهم اتلموا حوالين الطبق وقعدوا ياكلوا ببساطه. سكت العيال وداهم بركه القربان والحمص. سيره القداسه بتؤكد لينا ان طول ما احنا عايشين على الارض لازم ربنا يبعت في سكتنا ناس قديسين. لازم. وإلا ربنا يعني هو قال كده لا يترك نفسه بلا شاهد. لازم دايما في شهود للمسيح. وإلا هيجي انعدام القداسة وحياة القداسة هيخلي اليوم الأخير يجي على طول. حتى هو قال وابن الإنسان متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض. أنا دردشت معك شوية عن أبونا بشوي النهاردة. نعم. لا لما انتقل في اسكندرية. احنا كنا عنده يوم 9 مارس سنة 79. كان قداسة البابا شنودة جه قعد 10 أيام عندنا في لندن ودشن الكنيسة ووضبها. فأنا كنت تعبت خالص وجهدت قوي فقلت له ممكن تديني أجازة. فاداني أجازة من 9 فبراير ولا من 10 فبراير 10 ومارس في سنة 79. فقلنا آخر حاجة نعملها قبل ما نركب العربية ونروح على 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 المطار نعدي على أبونا بشوي. فعدينا على أبونا بشوي كان يوم 10 مارس سنة 79. 9 مارس سنة 79 وصلنا. 21 مارس 79 انتقل. بعد ما انتقل كنت موجود في لندن وجات لي مشكلة كبيرة جدا 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 صعبة. فكان حد من الأحباء رسم 4 صور بالفحم لأبونا بشوي وجابهم لندن فاشتريت منه واحدة ب10 جنيه.
عشان اشجعه. واحد راجل طيب يعني ابنه كان. وبعدين لما حصلت المشكله دي رحت واقف قدام الصوره بتاعت ابونا بشوي قلت له يعني انت لما كنت عايش كنت بعرف اوصل لك واجيبك ادور عليك بالتليفون بالسنترال، دلوقتي انت بقيت اقرب مني، حل لي المشكله دي. الكلام ده كان يوم جمعه، حل لي المشكله دي. فالمشكله كانت محتاجه الى قداسه البابا شنودة. انا عملت تليفون لواحد من الاباء الاسائفه، الأسقف ده كان بتاع المطبعة، كان مسؤول عن المطبعة، اسمه أمباديس كورس. رفعت سماعة التليفون علشان أطلبه عن طريق السنترال. زمان في 79 لازم السنترال يجيب لك النمو. فبقول أليو ألو، قال لي ألو ده مش أمباديس كورس. طلع البابا شنودة. يوم إيه البابا شنودة قاعد في المطبعة بيراجع المجلة بتاعت الكرازة، وقعد على مكتب أمباديس كورس، وجرز التليفون رن، فهو تلقائيا خد التليفون ورفعه. فأنا بطلب الأمباديس كورس يوصلني للبابا شنودة، لقيت البابا شنودة على التليفون. أدي أبونا بشوي. فكروش إن القديسين القديسين حاسين بينا، عايشين معانا. أنا ذهلت، لقيت البابا شنودة، حكيت له الموضوع واتحل الحمد لله. يعني عايز اقول ان القديسين بيرافقونا في حياتنا، موجودين معانا، واحنا يعني متمتعين بصلواتهم وحاسين بصلواتهم. صادق القديسين تتمتع بيهم. لربنا المجد الدائم الى الابد امين. هللويا دوك سابتريك ايوكي يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطيئنا، لك القوة والمجد كل بركة وليس الأبد أمين. يا أبانا الذي في السماوات محبة الله الآب ضابط كل نعمة ابن الوحيد ربنا ولك يسوع المسيح شركة موهبة وعطية القدس تكون مع جميعكم وتدوم فيكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم أمين. كل سنة وانتم طيبين. صلوات أبونا بشوي وجميع القديسين أمين.